أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، ونستمر خلاله في متابعة المشهد في غزة، وإذا حصل أي تطور في أي منطقة هناك في المشرق العربي طبعا سنأتيكم بها في حينها، ولكن تركيزنا في هذه الساعة الثانية سيكون حول مصر ونظام عبد الفتاح السيسي وما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو كلام الحقيقة يرتقي إلى مستوى القنبلة كما قال نشطاء على صفحات التواصل. الرئيس الأمريكي وإن أخطأ في نسبة السيسي إلى المكسيك، قال الرئيس المكسيكي، لكن سياق الحديث كان واضح، مش كله خطأ. قال أن السيسي لم يرد في البداية، لأن هذا كلام مش خطير، أكثر من خطير. قال السيسي في البداية لم يرد فتح معبر رفح، يقصد في بداية العدوان، يعني وكأن السيسي كان يقف في الضفة الأخرى تماما، كان يقف مع المحتل الصهيوني. وبايدن يقول ويزعم أنه هو من حاول إقناعه بضرورة فتح معبر رفح. يا جماعة الخير ركزوا في الكلام، هذه نكبة ولا لا؟ رئيس دولة عربية يقول لك كان في البداية رافض أن يفتح معبر رفح، بينما المطلوب منك مش بس تفتح معبر رفح، لا، أن تقاتل مع أهالي غزة لأنه إخوانك وتدافع عنهم. لا، الرجل كان رافض فتح معبر رفح إلا بتدخل الرئيس بايدن، إذا صدقنا بايدن طبعا، ومحاولاته حتى اقتنع وفتح المعبر. على كل حال كما تلاحظون بالقطارة، ليس فتحا كاملا. فهل يجرؤ السيسي على الرد وتكذيب بايدن صراحة؟ الرد المصري الذي ورد الحقيقة لا يرتقي لا إلى مستوى التكذيب ولا إلى أقل من ذلك. التعليق سيكون لكم. في قنبلة تتعلق بالحصار على غزة وموضوع معبر رفح بين مصر والقطاع، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن كما ذكرنا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يرد في البداية فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، لكن الرئيس بايدن تحدث معه وأقنعه بفتح المعبر بحسب قوله. وفيما يبدو أنه خلط بين الرئيسين المصري والمكسيكي، قال بايدن ردا على سؤال في مؤتمر صحفي أن رئيس المكسيك السيسي لم يرد في البداية فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقد تحدثت إليه وأقنعته بأن يفتح المعبر، كما تحدثت مع نتنياهو وأقنعته بفتح الجانب الإسرائيلي من المعبر، والكلام للرئيس الأمريكي. ووصف بايدن سلوك الرد الإسرائيلي في غزة بأنه تجاوز للحد، وذلك في تصريحات غير مسبوقة تنتقد السلوك الإسرائيلي، وأكد أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال. وقال بايدن في كلمة مفاجئة بالبيت الأبيض مساء الأربعاء إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث هناك كثير من الناس الأبرياء من النساء والأطفال يتضورون جوعا وفي أمس الحاجة إليها وفق تعبيره. نذكر بأن واشنطن أعلنت تأييدها الكامل للحرب الإسرائيلية على غزة ورفضها وقفا دائما لإطلاق النار، ودعمتها بالسلاح والأموال والفيتو في مجلس الأمن. لكن يبدو أن تزايد الضغوط على الإدارة الرئيس الأمريكي بدأت تظهر نتائجها في الأسابيع الأخيرة، وتجلت في بعض الخلافات في الأولويات بين البيت الأبيض وحكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وفيما تتفاقم أوضاع النازحين جوعا مع مخاوف من عدوان بري صهيوني على رفح جنوب القطاع، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم من تطورات الأوضاع في رفح المتاخمة للحدود المصرية، وقال إنها تنذر بتدهور في القطاع وتداعيات وخيمة. وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية ماريا جابرييل بالعاصمة المصرية، قال إن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من التدمير والضحايا. وأكد وزير الخارجية المصري أن الاتصالات مستمرة لوضع إطار يسمح بالتوصل لهدنة، مشيرا إلى أن المفاوضات معقدة وكل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب،
وجدد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. الرئيس الأمريكي بايدن يكشف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصفه طبعا كما قلنا بالرئيس المكسيكي، لم يرد في البداية فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة. يعني السيسي في البداية كان ملكي أكثر من الملك، بصيغة أخرى صهيوني أكثر من الصهاينة. خلاص مدام غزة جرأت وهاجمت المحتل فأنا لن أفتح المعبر، وكأنه لسان حال السيسي يقول هكذا في بداية العدوان، حتى يظهر أمام أحبابه الصهاينة والأمريكان بأنه معاهم على طول الخط. عندكم ترجمة غير هذا الكلام؟ لكن بايدن يقول تحدثت معه وأقنعته بفتح المعبر، هكذا يقول بايدن. إلا إذا كان بايدن كاذب، وإذا كذب بايدن فلماذا لا يتجرأ عبد الفتاح السيسي ويرد أيضا بخطاب مزلزل ويقول أتحدى بايدن إذا كان هذا الكلام صحيح؟ لم يفعلها إلى حد الساعة. هل النظام المصري هو المحاصر بالكسر الرئيسي لأهالي القطاع؟ ولو توفرت لديه الرغبة والإرادة لانتهت معاناة أهالي غزة خلال سويعات قليلة؟ أم أن الرئيس الأمريكي يكذب ويعمل على تشويه مصر ودورها، ويدفع ربما في اتجاه محاولة الفتنة بين القاهرة والفلسطينيين؟ كل شيء وارد. طيب نعود للجمهور بعد قليل للتعليق طبعا، وبإمكانكم يعني الميل لجانب هذا الطرف أو ذاك الطرف وفق ما علمتم وتعلمون من سياسات كلا البلدين مصر وأمريكا. لكن دعوني أرحب بضيفنا في هذه الساعة الدكتور عمر رحال، أستاذ العلوم السياسية من رام الله. دكتور رحال مساء الخير. تابعنا تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن. طبعا ربما بوش حاضر بشكل أو بآخر في خلال هذا العدوان، لأنه يذكرنا بحربه على العراق والآن عدوان آخر على بلد عربي آخر، وبايدن هذه المرة هو الذي يتزعم المشهد. التصريحات بايدن الحقيقة تبدو قوية، بعض المعلقين على صفحات التواصل وصفوها بالقنبلة المزلزلة. هل نصدق بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل تمنع في البداية عن فتح معبر رفح؟ لكل المشاهدين والمشاهدات، يا أهلا بك. بصرف النظر عن يعني من الذي أغلق المعبر مرحليا في إجابتي، ولكن الرئيس جو بايدن والإدارة الأمريكية هي الشريك الفعلي والحقيقي لدولة الاحتلال في هذا العدوان على قطاع غزة وعلى عموم الشعب الفلسطيني، بل وعلى الأمة العربية والإسلامية. وبالتالي يعني هذه التصريحات التي تخرج بين الفينة والأخرى من الرئيس الأمريكي، وفي بعض الأحيان يعني وأنا لست خبيرا يعني نفسويا أو خبيرا يعني بالصحة النفسية والعقلية وإلى آخره، ولكن في بعض الأحيان يعني يصرح ويتحدث ويتلفظ بألفاظ إلى حد ما مرات مفهومة وبعض الأحيان غير مفهومة، وفي بعض الأحيان يخلط الحابل بالنابل. أنا يعني كفلسطيني أرى بأن الولايات المتحدة هي سبب الإشكالية، وهي سبب العلة، وهي سبب الداء. ولولا هذا الدعم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أفشلت 5 مرات مجلس الأمن الدولي من أن يتخذ قرارا بأن يفتح، يكون هناك ممرات إنسانية وأن يكون هناك وقفا لإطلاق النار. الولايات المتحدة وجو بايدن، وجو بايدن هو الذي جاء إلى دولة الاحتلال وقال بأنه أول رئيس أمريكي يحضر في وقت الحرب، وعندما جاء وزير خارجيته قال بأنه جاء كيهودي واجتمع مع مجلس الحرب. يعني أنا يعني مرة ثانية علينا أن نذهب إلى الجدر بصرف النظر يعني عن ما يجري حقيقة من إغلاق وللحدود وإغلاق لقطاع غزة ولمعبر رفح، بل أن
الموقف العربي وليس المصري، إذا ما استثنيت بعض الدول العربية هناك موقفا رديئا مشينا معيبا. طيب رغم هذا الموقف الرديء، سنعود أكثر للغوص في الموقف المصري، ولكن ألا ترى معي دكتور رحال ربما والإدارة الأمريكية الآن منحازة ولا بل وشريكة في هذا العدوان كما أشرت، ربما تريد كما قال أحد المتفاعلين على صفحات التواصل ربما إثارة فتنة بين غزة ومصر من خلال اتهام الرئيس المصري بأنه تمنع في البداية في عملية فتح المعبر؟ يعني أنا يعني لا أرى بأن يعني هذه المقارنة وهذا الطرح بعيد عن الدوائر الأمنية والاستخباراتية والسياسية والدبلوماسية، لأنه يعني يعني هناك مؤسسة بطبيعة الحال وهناك مستشارين ويعني هناك دولة هناك أجهزة، نعم هذه واحدة، ولكن أنا كان يعني كنت يعني أفضل كفلسطيني وكعربي أن يكون الرد من اليوم الأول عندما اتهمت دولة الاحتلال، عندما قدمت مرافعتها الركيكة ومرافعتها الممجوجة وأسطوانتها المشروخة في محكمة العدل الدولية، واتهمت مصر وقالت بأن مصر هي التي تغلق المعبر ولسنا نحن، لأنه لا سيطرة ولا سيادة لنا على المعبر وإنما لمصر. أنا كان بودي أن يفتح المعبر على مصراعيه لكل الشاحنات ولكل الناس والمواطنين وإلى الوفود وإلى الأطباء والصحفيين وإلى المتضامنين وإلى الجميع، وأن يكون هذا الرد. يعني كان يجب لو أنا كنت مكان الرئيس المصري كان الرد يجب أن يكون بهذه الطريقة، أن هناك اتهاما لي كدولة وكمؤسسة وكرئيس، ولكن اليوم جاء اتهام آخر وأنا لا أثق لا بأمريكا ولا برئيسها، أنه كمان يعني قبل هالمرة تحدثوا عن قطع الرؤوس وتحدثوا عن الاغتصاب، وفي اليوم التالي الرئيس يعني قال بأنه لم يكن ذلك صحيحا، وقد يكون اتصل حقيقة وعندما التقى حقيقة بأنه قال بأنه يجب أن يفتح المعبر، قد يكون ذلك، ولكن في إطار الحديث عن تقديم الحد الأدنى من المساعدات وليس بمنطق يعني التوسط أو بمنطق حب الفلسطينيين أو مساعدة الفلسطينيين. الإشكالية دكتور رحال أن مصر كان أمامها فرصتين الآن بأن تفتح المعبر على مصراعيه ولا أحد يلومها. الفرصة الأولى كانت عندما اتهمها المحتل الصهيوني في محكمة العدل الدولية بأنها هي يعني المسؤولة ربما على المعبر، وهذه الفرصة الآن بعد تصريحات الرئيس بايدن. يعني هل ترى الرد المصري لم نره بعد، يعني ما زالت الردود المصرية ستتتالى بعد هذا التصريح الأمريكي؟ يعني شوف الموضوع يجب ألا يعني يتم الانتظار أكثر، وبالتالي نعم المصريين يتخوفون حقيقة من، وهذا حقهم فيما يخص أمنهم القومي وموضوع التهجير وألا يكون هناك حلا للقضية الفلسطينية على حساب يعني الحقوق المصرية وعلى حساب مصر، ونحن معهم كفلسطينيين في هذا الموضوع بأنه كان يجب، نعم وكان أمام مصر فرصة تاريخية وفرصة مواتية وفرصة لن تتكرر حقيقة لو فتحت المعبر وأصدر الرئيس السيسي تعليماته وأوامره للجيش يعني قواته بفتح بل ومرافقة إذا بدك مرافقة الشاحنات والمتطوعين والمتضامنين وكل الناس، وأدخلت لأن هذه الحدود هي حدود فلسطينية مصرية، هذه حدود عربية، هذا معبر فلسطيني مصري لا علاقة للاحتلال به، ولكن للأسف الشديد دائما نحن متأخرين ونحن لا نلتقط يعني الفرصة ولا نحول لا أقول الهزيمة ولكن يعني لا نحول يعني هذا الضعف أو يعني هذه نعم دعني أختم معك في هذا السياق دكتور رحال. هذه حدود فلسطينية مصرية، هي حدود عربية بامتياز، حتى لا نسمح
لشخص على بعد آلاف الأميال مثل الرئيس بايدن هذا الذي بلغ من العمر عتية كما يقول البعض أن يتدخل في شؤوننا أو أي رئيس آخر؟ يعني لماذا لا تبادر مصر لخطوات سريعة؟ ونحن أيضا نتحدث في إطار عربي الآن، لماذا لا يأتي يعني رئيس عربي أيضا ويبادر بإحراج مصر أيضا، يأتي بنفسه إلى القاهرة ويطلب من الرئيس السيسي أن يصاحبه ويرافقه إلى غزة؟ لماذا لم نرى مثل هذه المبادرات الجريئة برأيك؟ يعني ببساطة شديدة نحن لا نلتقط الفرص، لا يوجد لدينا مستشارين يعني على قدر عال من المسؤولية، لا يوجد لدينا زعامة وقيادة يمكن أن تكون على مستوى الحدث. لو كان هناك التقاطا لحولنا ذلك إلى فرصة وإلى انتصار حقيقي. نعم اليوم الفلسطيني، واليوم بالمناسبة نتنياهو عندما يلوح باجتياح وضرب رفح إنما يرسل رسالة قوية لمصر بأنه إن لم تضغط على المقاومة للقبول بالاشتراطات الإسرائيلية والإذعان للإسرائيليين واشتراطاتها سيجتاح اليوم الرسالة لمصر وليس لنا كفلسطينيين، لأنه هو يعي تماما بأن 1.5 مليون فلسطيني في محافظة رفح يمكن أن يحقق يعني الشيء الذي لم يحققه في السابق وهو التهجير. وبالتالي الآن أمام مصر فرصة تاريخية لفتح المعبر وإلى إدخال المساعدات وإلى تحريك جيشها يعني صوب رفح المصرية والعريش للقول لنتنياهو بأنه إذا تجرأ واقترب من محور فيلادلفيا أو من الحدود المصرية الفلسطينية، وإذا أراد أن ينفذ المخطط وأن يهدد يعني أمن مصر القومي، الأمن القومي المصري، سيكون هناك ردا حاسما من الجيش المصري. وبالتالي علينا أن نعي بأنه هذا الاحتلال ألا نتعامل معه بحسن نوايا، لأنه الاحتلال لم يعني الاحتلال لا يحترم لا اتفاقيات ولا معاهدات، وأدهى من ذلك عندما ذهبوا كما قلت إلى محكمة العدل الدولية حملوا مصر المسؤولية. وبالتالي مصر كقوة عربية وكقوة إقليمية وزنة وجيش من أقوى جيوش المنطقة ولديها هذه المساحة وهذه الجغرافيا وهذا الجيش وهذا الشعب اللي تعداده الآن 100 مليون ويزيد، بإمكانه أن يقول للاحتلال لا، ولم نسمح لنتنياهو أن يعربد. الآن أمام الرئيس المصري فرصة تاريخية، هذا لن يؤثر عليه ولن يظلمه ولن يخسر شيء، بل أنه يعني سيكتب في سجله بأنه انتصر للفلسطينيين وأنه أوقف نتنياهو عند حده. وبالتالي عليه أن يستخدم يعني هذه اللحظة التاريخية للقول للاحتلال لهذه يعني قف عند هذه النقطة وعود إلى مكانك. الدكتور عمر رحال أستاذ العلوم السياسية، رم الله أشكرك جزيل الشكر. هل يفعلها السيسي وهو في فترته الرئاسية الأخيرة؟ ليس لديه ما يخسره، ليس لديه محطات انتخابية أخرى حتى يخاف اللعب بالصناديق ربما والأيدي الغربية ربما قادرة في ذلك، لكن من أعطوني رئيس عربي واحد يسعى لإرضاء شعبه، أعطوني رئيس عربي واحد. طبعا هناك بعض الزعمات الحقيقة تقترب ولكن هي قلة لا تعد على أصابع اليد، والأغلبية الحقيقة هي التي تسعى لإرضاء هذه الدولة الغربية أو تلك. أمر مؤلم للأسف. أبو أسامة من المغرب. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام يا أخي صالح. هذا كان صنع صهيوني، السيسي صنع صهيوني، وهو اللي كيجوع في غزة وهو اللي كيقتل اللي دار حصار على غزة. يا أبو أسامة ما أدراك أن الرئيس بايدن هو الكاذب؟ ما يكذبش، السيسي يفعل أكثر من هذا الشيء. وغادي نقول على نقطة أخرى، ملي كان الحرب في ليبيا مع حفتر قال لهم خط أحمر على الحكومة الشرعية، واليوم هذوك كيان صهيوني بعيد منه بأمطار، ما يقول خط أحمر على رفح. جميل،
شكرا لك أبو أسامة، أشكرك. محمد من فرنسا. السلام عليكم. وعليك السلام. ألو. وعليك السلام، تفضل. أنا بقول بايدن صادق. بايدن هو اللي صادق. كيف عرفت ذلك؟ ما هي دلائلك؟ اسأل البرلمانيين الفرنسيين. البرلمانيين الفرنسيين عرفوا ده يدخلوا هناك وشافوا الكاميونات هناك، مش شافوها؟ صحيح. يبقى مين مين الصادق ومين الكذاب؟ هو اللي صادق. وفي حاجة تاني، احنا بنطلب دلوقتي الدكتور أيمن نور بصفتك محامي ودكتوراه في القانون، ارفع لنا قضية على نظام عبد الفتاح السيسي أو عبد الشيطان السيسي، عشان هو كده بيكره الدنيا. هو خلاص عاوزين تاني. طب لكن يعني عفوا محمد، يعني أنت تذهب إلى تصديق هذا الإدعاء وهذه الاتهامات الأمريكية، لكن ما مصلحة السيسي أن يكون بين ظفرين ملكي أكثر من الملك، صهيوني أكثر من الصهاينة؟ لماذا يتمنع عن فتح المعبر؟ ما مصلحته في ذلك ومصلحة مصر؟ عشان هو جايب الأجندة دي يا دكتور صالح. هو جايب الأجندة دي، هو عشان عاوز يعني محمد بن زايد ومحمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي، انت فاكر ان دول جايين بالصدفة؟ احنا اللي عايشينه دلوقتي الفوضى الخلاقة بتاعت كونزليسا رايس، فاكرها دكتور صالح؟ نعم. هي دي اللي احنا عايشينها دلوقتي. رئيس مفيش رئيس، شعب مفيش شعب، اراضي مفيش اراضي، احنا دلوقتي مفيش حاجة، احنا عايشين كده. يعني العرب عايشين كده، ما تعرفش مين مع مين ومين ضد مين. شكرا لك محمد من فرنسا، اشكرك. طيب عرفات، مساء الخير. عرفات، اليوم القصف كله عليك وعلى مصر، يعني وجاءك القصف ايضا باسلحه ثقيله امريكيه، يعني لا قبل لك بها. وانا ايوه فضل. وانا جاهز والله العظيم لاستماع الحق. لدينا قانون يقول القرآن دستورنا، لن أتكلم وأقول لك من قال القرآن دستورنا، ولكن لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ويقول تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. طيب. صدق الله العظيم. هذا لتأصيلها فقهيا وشرعيا من القرآن دستورنا كما قال السيد حسن البدر. نأتي إلى العلم السياسي. لو كان السيد عبد الفتاح السيسي على هوى بايدن يا سيد صالح، كان سيخرج ويقول عليه هذا الكلام؟ ألم نتعظ أنحن المسلمون من فتنة عثمان بن عفان حينما خرج عبد الله بن سلول إلى مصر وقال إن عثمان يحرق المصاحف، عثمان يقدم الأهل على وكانت الفتنة الكبرى للمسلمين بأيدي اليهود برضه. لم نتعظ ويخرج لك هذا الأستاذ الذي تكلم قبلي وقبلي ويقول لك إن السيسي كاذب، أتثق في اليهود وتثق فيه؟ طيب يا سيدي، السيسي كاذب والسيسي، هو السيسي اللي كان ضرب المعبر يا سيد صالح، بنى الغزو. طيب لكن يا عرفات، حتى لا تأخذ من وقت البرنامج باستمرار وتأخذني وتجيبني وما تعطيني الزبدة. عزيزي، الرئيس بايدن وهو رئيس أقوى دولة في العالم تحدث بنفسه، لماذا لا يخرج؟ سيبك من البيانات، هذه بيانات الرئاسة والكلام لا أدري ماذا. لماذا لا يخرج السيسي ويقول صحيح. أنا رئيس أرد على رئيس مباشرة، كلام بايدن مغالطة وكلام كاذب وكلام رئيس مخرف، وأنا أفتح المعبر وباستمرار وهذا كلام غير صحيح. لماذا لا يخرج السيسي ويقول ذلك؟ ما قلت لك قبل كده، الكذب مالوش رجلين. لو مصر أو السيسي قفل المعبر، طب يا سيدي غزة لها حدود بحرية، السيد أردوغان حياه الله بالأمس القريب بعد سفينة ضربوها له، امبارح باليوم الأربعاء كان هناك جميع الوفود العسكرية والسفارات التي تواجد في مصر ذهبت إلى المعبر، يوم الأربعاء
بالضبط. يعني هات معاك المكالمه من هنا وببص لقيت الخبر بيذيع ان جميع الوفود العسكريه الموجوده والمتمثله في مصر ذهبت الى المعبر وتتاكد بنفسها بان المعبر مفتوح والخدمات التي تقوم بها الجميع. بربك يا عرفات والله انت يعني تستشهد لي بالايات، والله جننتني يا رجل، يعني الايات هذه راهي تدعوك للصدق عليك. وانا اتوسل فيك الصدق. سؤال بسيط، إذا كان المعبر مفتوح على مصراعيه 24 ساعة، لماذا لا تدخل 500 شاحنة يوميا كما هو يتوجب ويحتاج القطاع؟ جاوبني على قد السؤال لو سمحت. والله العظيم نفسي إجابتي لسه جايبها الوقت هوت من على قناة صدى البلد للأستاذ أحمد موسى، قال لك إن إسرائيل بتتعنت في تفتيش الشاحنة بالعشر ساعات. يا راجل أنتم تسمحوا لإسرائيل، مو هذه هذه الكارثة، انت تسمح الاسرائيل تفتش ليه؟ انا اللي اسمح ولا اللي رايح له اللي بيسمح؟ لا اللي الغزاوي يرفض التفتيش، الغزاوي يرفض، انت من تعطي الشاحنه للاسرائيليين حتى يفتشوها، انت ايها المصري المتعاون مع المحتل وليس اهل غزه. في نقطة صغيرة جدا، لو انت انا يعني معلش باحترامي ليك انا اقول لك انك لغوي مبين كما قال موسى عليه السلام لصديقه. اسمع دعك من هذه التشبيهات والمغالطات، لماذا تعطي فرصة للمحتل حتى يفتش؟ سيد صالح لانك غير قادر ان ترفض بينما اهالي غزة رفضوا. برضو من هفهمها لك والله في منت الشاحنه لو عدت من معبر رفح الى معبر رفح الفلسطيني، من يدري اسرائيل ان ليس عليها ذخيره او سلاح او دبابه او طياره؟ انت مالك ايها المصري، انت مالك يا رجل، انت مالك فيها حتى لا ادري ماذا. أنا انت عديها من معبرك، اسمح لي لو سمحت عرفات، لو سمحت انت عديها من معبرك وخلي الفلسطينيين يتصرفوا، انت ما إلك. أي أنا بس أنت خدتيني دايما من نقط كده أقول لك عليه، اللي ضرب المعبر يا سيد صالح في الأيام الأولى مصر ولا إسرائيل؟ شكرا لك، أشكرك عرفات، شكرا لك. خليها تقصف مرة ثانية، خليها تقصف الشاحنات سترى ماذا يقول العالم حينها. شكرا لك. يعني تبرروا وتدوروا تبررون تنسيقكم مع هذا المحتل المجرم وتبيحون له التفتيش والتعطيل، أنتم جزء من التعطيل، حجتك ضعيفة عرفات. شكرا لك. طيب عبد الله مساء الخير. دكتور صالح ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليك السلام. دكتور صالح ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. أنا نقول لعرفات، نقول له القرآن الكريم التي تستشهد به لن يتجاوز تراقيك، نقول له بشر بكم رسول الله، نقول له تخرجون من الدين كما يخرج السهم من لا دون تشكيك في دين بعضنا بعضا، رجاء أعطيني الزبدة من الآخر يا أخي في الموضوع. الزبدة بايدن هذا الذي يريدون تصويره على أنه خرف ويعني وعنده زهايمر بل يتبول على نفسه، يذهبون حتى إلى هذا ويعي ما يقول، وهذه خطيرة وخطيرة جدا. والقراءة السياسية الحقيقية أن مرحلة تدمير مصر قد دخلت، الفوضى الخلاقة كما قال استشهد الأخ من فرنسا هي المرحلة القادمة على تدمير مصر، وهذه تحذير الأرضية للدخول في انشقاقات في الجيش ولحرب أهلية قاتلة مدمرة، يعني خراب وهلاك مصر بدأ الآن بهذه المرحلة الأولى. دعني الآن من كل هذا، دعني الآن أن أقول لك سيد صالح أن هنالك جيوش من المخابرات تكتب تقارير على برنامجك هذا، وفي تلك الجيوش هنالك علماء دكاترة في علوم الاجتماع وعلوم النفس، لأنه هذا البرنامج هو من خلاله يقرؤون ردة فعل الشارع العربي في المظاهرات، هنالك هتافات، تلك الهتافات والعناوين تقرأ من خلالها حدة التوتر وقرب الانفجار، ومن خلال تلك التقارير تلك الدول يعني تحدد سياساتها إما بالتصعيد أو بالتخفيض. أنا أتوجه إلى من يكتب هذا التقارير من 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 رجال المخابرات، أنا أقول لهم انتبهوا عندما تصل الأمور إلى المساس بفلسطين رفح سنحرق الأرض بمن فيها وبمن عليها. دعنا من التهديدات، شكرا عبد الله، أشكرك شكرا لك. هو طبعا المفروض الصور المصاحبة المرافقة تكون الحقيقة فيها مشاهد كبيرة للسيسي، لأن كل محور حديثنا الآن على السيسي، في النهاية السيسي هو الذي يحكم مصر، ولا يبدو أن هناك من يراقبه، لا برلمان ولا حكومة. لو كان في برلمان حقيقي في مصر وحكومة حقيقية في مصر لن تسمح بهذا التنازل والانبطاح، واسمحوا لي أستخدم هذا المصطلح،
الانبطاح أمام المحتل الصهيوني. كيف أنت دولة بحجم مصر تسمح لشاحناتك وهي تدخل من أرضك إلى أرض إخوانك تسمح لهذا المحتل المجرم أن يفتشها؟ يقول لك عرفات لأنه نخاف من القصف. شو أنت عيل صغير تخاف من القصف؟ خليهم الشاحنات يدخلوا معهم جيش مصر العظيم ولا يتجرأ المحتل الصهيوني أن يقصفهم. وإذا المحتل لا يثق فيك أنت فهذا من باب أولى وأحرى أن لا تنسق معه أصلا. هو لا يثق فيك، مطبع معاه ومنبطح له ومع هذا لا يثق فيك، لا يثق في تفتيشك ويريد أن يفتشها هو الشاحنات، وبالتالي أنت من باب أولى وأحرى أن تضع كرامتك في تحترم كرامتك وأنفتك وترفض هذا التفتيش وتدخل الشاحنات مباشرة. لكن وين البرلمان المصري مثل الأطرش في الزفة؟ وين هالحكومة المصرية؟ بل أين هو الجيش المصري؟ مؤسسات فاقدة، فاقدة لقيمتها للأسف أمام محتل تافه مرغت المقاومة على ضعفها وحصارها وقلة حيلتها، مرغت أنفه في أوحال غزة. حاج رضوان مساء الخير. حاج رضوان تفضل يا حاج رضوان. أحييك يا أخ صالح وأحيي الجميع. يا هلا بيك. كنت أتمنى المشاركة في الجزء الأول ولكن معلش الأمور كلها مرتبطة ببعضها وكل الحديث يدور حول العدوان على غزة. أنا بناخذ كلمة هذا المدعو عرفات اللي قال إحنا مش ما ندروش ندخل المعونات أو الشاحنات خايفين من القصف. جميل جدا. أيامات العدوان على ليبيا ما كنتش خايف من القصف. فتحت المواني المصرية والمطارات المصرية ومنافذ البرية المصرية لتهريب السلاح السعودي الإماراتي إلى الداخل الليبي لقتل الليبيين دعما للمرتزقة والأفارقة والجندويد والفاغنر لقتل الليبيين. الآن لا تجرؤ أن تدخل زجاجة ماء، قنينة ماء أو القليل من الأغذية أو الأدوية أو الأغطية. يقول لك احنا خايفين. هم يقصوك ليش انت مش الجيش الرابع عشر العالم؟ ولا اني غلط؟ ولا جيش الكوسة والجمبري والمكرونة؟ هذا الجيش الرابع عشر العالم يخاف من قصف الجيش التاسع عشر. أيامات ليبيا كان صوتهم عالي يا أستاذ صالح. مين ليبيا دي؟ احنا مش هنسمح لهم ابدا. ما لا يمكن الكلام لا في، لكن في غزه عادي اقتل. احنا مالناش علاقه يا فندم، احنا مش عايزين مشاكل، احنا انتصرنا وعبرنا وخلاص يا فندم خلاص. شوف يا استاذ صالح، لما كان في مصر حريه وديمقراطيه وثوره وشعب حر في سنه 2012 يا استاذ صالح، الشعب المصري هاجم السفاره الصهيونيه والسفير الصهيوني والطاقم العامل في السفاره، هربه جيش كامب ديفيد من الباب الخلفي وطاروا به بطائره خاصه الى تل ابيب، هربوه تهريب من الشباب المصري الحر في ذلك الوقت يا أستاذ صالح. لم يكن هناك عدوان. طيب مصر 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 ولادة وقد تعود تلك الأيام وأفضل على كل حال، وهذا ما نأمله في عالمنا العربي، لأن الديمقراطية أثبتت بأن الديمقراطية عندما تكون الشعوب قريبة من مركز القرار تكون هذه الدول في خير ونعمة. جربنا الثورة وعلى هذه الشعوب أن تعود إلى أيام الديمقراطية والثورة. ليس هناك خلاص غير هذا السبيل. لكن حاج رضوان سؤالي هو التالي، وأنا أشرت منذ قليل لضيفنا، لماذا لا يبادر زعيم عربي مثل الرئيس تبون مثل رئيس أي دولة عربية أخرى يبادر بزيارة القاهرة ويحرج الرئيس المصري للذهاب معه إلى معبر رفح ومنه إلى غزة؟ يا أخي لماذا لا تأتي المبادرات والآن قبل 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 فوات الأوان؟ لأن التوبة عند الغرغرة ما عندها معنى. أستاذ صالح، النظام العربي النظام الرسمي العربي مرتبط ببعضه البعض. أنت ترى هناك فرق، هذه دولة مطبعة مستسلمة ومنبطحة وتلك غير مطبعة. مثلا الجزائر وتونس وليبيا والكويت دول غير مطبعة ولكن موقفها متواطئ ومتخاذل ولا تقدم شيء. نعم دول التطبيع العربي هي التي ساهمت في ما وصلنا إليه، ولكن لابد من التوضيح للرأي العام أن مثل المطبع مثل غير مطبع، كلهم يصبون في نفس الخانة يا أستاذ صالح. أعطيك مثال بسيط، عباس أبو مازن ما الذي يمنعه من قطع العلاقات وإيقاف معاهدة أوسلو وإيقاف التنسيق الأمني؟ يوقفوا عن هذا دول التطبيع العربي من خلف المملكة السعودية. اليوم الأمة العربية من يقودها يا أستاذ صالح؟ تقود المملكة السعودية. يعني خلينا نتكلم بصراحة يا ناس، الدول العربية المركزية. حجر رضوان، حجر رضوان تستطيع البقاء معنا؟ ابقى معي لأنه أريد أن أشرك أبو الحسن من السعودية، ربما ترد عليه في هذا الجانب. ابقى معي حجر رضوان، لا تذهب، ابقى معي. أبو الحسن من السعودية مساء الخير. ألو، مساء الخير يا أبو الحسن. مساء النور والسعادة والرضا إن شاء الله يا رب. يا أهلا بيك، ونحن نتحدث عن هذا الواقع العربي والحصار والمعاناة التي تعانيها غزة أبو الحسن.
لماذا لا يبادر جلالة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة مصر ويقوم هناك بإحراج الرئيس المصري والذهاب معه إلى معبر رفح والدخول إلى غزة ضمن قوافل من الإغاثة وكسر هذا الحصار بشكل رسمي؟ نعم، أولا يا سيدي أن نرفع القبعة لحكومتي أنها لحد الآن ما طبعت ولن تطبع حتى تكون دولة لفلسطين. جميل، أعلنت على الملأ والعالم كله سمعها. جميل. ثانيا تريد ولي، تريد الملك أن يروح لكلب زي هذا كاذب ذبح شعبه؟ يا رجل ذبح شعبه وهدم بيوتهم، اللي بيسويه الآن في مصر أكثر من اللي بتسويه إسرائيل في غزة. أنت بتعتمدوا على مين؟ هذا قالها الصهيوني هذاك، لما قال هذا الصهيوني أكثر مني، هذا رجل جيبي. ولكن يا أبو الحسن أنتم تتحدثون عن رئيس دعمتموه في بداية انقلابه في 2013 للأسف وأنت تذكر ذلك. والله هي هذه غلطة الملك عبد الله وأقولها على الملأ، الله يغفر له ويسامحه ويسكن روح الجنة. والله العظيم إنه لو يعلم عبد الله إيش بيصير في إيش حيصير أقسم بالله ما كان دعمه بفلس واحد. يا سيد الحكاية باينة واضحة. طيب أبو الحسن في هذا السياق لأن الوقت يلاحقنا، طيب بإمكانك أن تشير بأن هذا الواقع المصري، الرئيس الذي ذبح شعبه وأسال دماءه في رابعة والنهضة وزج بالآلاف في السجون لا يمكنه أن يكون رحيما مع الـ مع الـ مع الإخوان في غزة، لكن مع هذا يتوجب الإحراج وتتوجب المبادرة، ولا أدري إذا كنت تختلف معي في هذا. مع هذا رغم كل هذا الذي أشرت إليه حضرتك، لماذا لا يبادر الرئيس الجزائري وملك المغرب والملك السعودية مثلا ثلاثة وأربع رؤساء والذهاب إلى السيسي والجلوس معه يا رجل؟ لأن هذا الذي يحصل حرام وعيب وجريمة في حق إخواننا كما ترى. يا سيدي هذا لو اجتمعوا معاه حيروح حيسجل كل الجلسة ويوديها لإسرائيل. هذا صهيوني أكثر من الصهاينة يا عالم، افهموها. شكرا لك أبو الحسن من السعودية. السيسي صهيوني أكثر من الصهاينة، مواطن من السعودية يوجه خطابه لعبد الفتاح السيسي، صهيوني أكثر من الصهاينة. وعندما سألته أنتم دعمتموه في 2013 عقب الانقلاب فنحى باللائمة على الملك الراحل وقال الله يسامحه، يعني واضح السعودية إذا كان موقف أبو الحسن ربما يمثل غالبية السعوديين فهناك ندم على دعم انقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2013. موسى نصر من الأردن يقول بعد أن تلطخت يد بايدن بدماء الفلسطينيين بمدمراته وحاملات الطائرات لمساندة الصهاينة كان يمهد لنجاحه في الانتخابات واليوم يظهر تعاطفه المسموم مع غزة، ولكن هذا لا يزيل جرائمه مع غزة. أبو علي من الدنمارك يقول الطفلة هند هي مثال واضح للإعلام على إجرام هذا الصهيوني وأعوانه في هذا العالم الذي أباد أكثر من 15,000 طفل لغاية هذه اللحظة. حاج رضوان، فقط نعود للتعليق طبعا على ما بدر من أبو الحسن من السعودية. حاج رضوان مساء الخير مرة أخرى، تفضل وباختصار. نعم أخونا أبو الحسن هو إنسان محترم وطني يعرف الحق من الباطل ويقول كلمة الحق، ولكن أخطأ في بعض العبارات. أن النظام السعودي أو الملك سلمان وابنه الأمير محمد كانوا يعتقدون أن السيسي كويس وأن السيسي أخطأوا ب... لا هم عارفين كل شيء من البداية يا أخونا أبو الحسن، هم يعرفوا كل شيء. أنت وأنا ناس عاديين ما نعرفوش، لكن أهم رؤوس يا أخي حفتر عدوان 4-4 كان في الرياض يوم 3-4 في قصر اليمامة، استقبله الملك سلمان بجلالة القدر، استقبل حفتر ميليشيا يحمل جنسية أمريكية، استقبله في قصر اليمامة يوم 3-4، يوم 4-4 انطلق العدوان على ليبيا. قصدي بتقول ليش هم ما يعرفوش، هم يحبوا الخير وهم لا يعرفوا كل شيء، هم متفاهمين على كل شيء ومتفقين على كل شيء. كونك أنت ما تعرفش أو أنا أو فلان ما يعرفش هذا موضوع آخر. بنقول لك كلمة يا أستاذ صالح في خصوص الموضوع إن بايدن اتهم السيسي بأنه يعرف كذا كذا. البايدن صادق والسيسي كاذب، السيسي يكذب كما يتنفس. أنا أختم مداخلتي أستاذ صالح بكلمة واحدة. وصلت الفكرة، شكرا لك الحاج رضوان من ليبيا، أشكرك. في أقل من نصف دقيقة محمد من مصر لو سمحت. محمد السلام عليكم. وعليك السلام، في نصف دقيقة. السلام عليكم أستاذ صالح. يا سيد الفاضل، السيسي خرب بلدنا،
السيسي باع بلدنا للإمارات، الوجه العربي لإسرائيل، السيسي دمر مصر، السيسي جوع المصريين عشان لما اللحظة دي تيجي المصريين يبقوا راكعين ما قدروش يعملوا حاجة، المصريين معتقلين عشان نزلوا دفعوا عن غزة. احنا ممنوعين يا أستاذ صالح ان احنا نقول تسقط إسرائيل ويسقط عبد الفتاح السيسي ويسقط المجلس العسكري الفاشل الفاسد اللي باع مصر وضيع مصر وما انبطح قدام إسرائيل. شكرا لك محمد، أشكرك محمد من مصر. أعذرني لذيق الوقت، أشكرك محمد. العمري من كاليفورنيا يقول: لا تقول زعماء، هؤلاء هم أذناب وعملاء الغرب، ويشير طبعا إلى الزعامات العربية من ظفرين. أشكر جهاد الرواشدة من الأردن، عبد العظيم من الأردن أيضا، أبو بدر من المغرب، أبو خالد من الأردن، عبد العالي من المغرب، عبد سلامة من الأردن، كثيرون اتصالات كثيرة من الأردن، وعذروني طبعا سنعود نطلع على كل رسائلكم. عبد الله من تونس أشكر، أشكرك عبد المجيد من المغرب، يمينة من الجزائر، مصطفى من مصر، أم محمد من مصر، حاج رضوان أيضا، محمد من المغرب، أبو محمد من المغرب، جمانة من إسطنبول، وكثيرين آخرين. أشكركم فردا فردا، ولكن اعذروني هذا ما سمح به الوقت. نختم كالعادة بالفقرة الأخيرة مراسلو الرأي الحر. طيب نبدأ هذه الفقرة الليلة من الجزائر. أم إياد تقول: السعودية تغسل عار السعي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لا أدري ماذا تقصد بذلك، برفضها له قبل إعلان قيام دولة فلسطينية، لكنه كان ليكون موقفا تاريخيا يليق بحجمها لو وضعت حدا نهائيا لأي علاقة مع أي نوع مع كيان محتل مغتصب للمسجد الأقصى ويقوم بإبادة شعب عربي مسلم. طيب سعدون من الأردن: للأسف شروط السعودية للتطبيع مع دولة الاحتلال انخفضت في عهد سلمان وولي عهده، وكأن المملكة في عهدها تفقد جوهرها وهي خدمة الحرمين الشريفين والمتضمن بالتأكيد حماية المسرى في فلسطين وحراسة القضية المركزية للأمة. عبد الله من تونس: الموقف السعودي الأخير تشكر عليه، ولكن نتمنى أن نرى منها إجراءات مطمئنة أكثر، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين لم يرتكبوا أي جرم على أراضيها، وكلام معقول جدا. حسن من الأردن: الرسالة التالية: الرجال مواقف، ونأمل أن تظل السعودية الداعم الأول للفلسطينيين وخدمة الحق والعدل ورفع الظلم على الإشقاء في الأراضي المحتلة كما عودتنا، وألا تقع في فخ التطبيع. نختم بعبد القادر من المغرب. عبد القادر يقول: على الشرفاء ومحبي السلام في العالم أن يكثفوا ضغوطهم على نتنياهو ليتوقف عن وحشيته وجرائمه وعن جهيته في قطاع غزة، وأن يمتثل لقرارات محكمة العدل الدولية. نختم كالعادة برقم هذه الفقرة لمن أرغب في إرسال مشاركة مكتوبة أو فيديو لا يزيد عن دقيقة، وما زلنا دائما باستمرار نحرض الجمهور أن يستخدم الفيديو. عندك هاتف نقال، سجل فيديو بالكاميرا اللي عندك واعطي موقفك وارسل به مباشرة إلى الرقم اللي أمامك، واتساب 044-77-627-60-809. نفضل الفيديو على المشاركات المكتوبة، فيها تنويع وفيها إضافة أكثر. والكرة في ملعبكم، لقاؤنا بحول الله يتجدد يوم غد وفي نفس الموعد. أستودعكم الله.